طبعا انواع الافلام في عندنا يعني نوعين، كيف البروسيسنج ستيب تاعتها ومكوناتها الداخليه عشان نفهم كيف اصلا صوره الاشعه بتصير. طيب خلينا نشوف اول شيء تكوين الاكس راي فيلم. الفيلم اللي راح نشوفه هو طبعا بيكون شكله هذا اللي هو الفيلم بعد التحميل، تمام؟ في عنا شيء اسمه اللي هو الريفيوينج بوكس، بيكون بيطلع لنا ضوء بالضبط. اذا زرتوا على مراكز اشعه يعني بتلاقوه موجود، بحطوا عليه اللي هي صوره الاشعه المطبوعه. هاي صوره اشعه بالفيلم تاعها يعني تكون شفافه هيك بالضبط، هيك منظر بتنحط على الهاتف. هلا لما نوصل له رح طيب مكونات الفيلم. الفيلم عادة اللي هو التكوين الداخلي يعني بتكون من طبقة ايمالشن، وفي بعض الأفلام فيها طبقتين ايمالشن بتعطينا ايمج كواليتي أحسن. الايمالشن هو اللي سنسيتيف للإكس راي واللايت، هو اللي رح يعمل لنا تخزين للصورة أو رح يتحول لصورة أشعة، اللي هو بتكون من سيلفر هلايد جرينز. وركزوا لي عليها رح ترجع لنا. سيلفر هلايد جرينز، هاي الجرينز السيلفر موجوده جوا زي كانه ماتريكس جيلاتيني واس ماتريكس اللي بتحملها يعني، اوكي؟ فالسيلفر هلايد جرينز هي اللي سنسيتيف للاكس راي وللايت، وهي اللي رح تتحول، رح يصير فيها التحول الكيميائي يعني اللي رح تعطينا صوره الاشعه. البيز اللي هي بلاستيك، هو بلاستيك الفيلم، فهذه البيز. وفي عنا اوقات بيكون في عنا اوفر كوت، بتكون اديشنال لاير من الفيكل للبروتكشن، اوكي؟ طبعا هذا الفيلم بيكون جوا. هلا بنشوف الكوتينج تبع الفيلم شو اللي بيحتوي عليه. في عنا نوعين، في عنا الافلام اللي بتتعرض للاكس راي بشكل مباشر وبتصير يعني بتتحول لصوره، اللي هي الانترا اورال دنتال فيلم، بتكون هيك صغيره. وفي عنا بتكون بنسميها سكرين فيلم، تيجي معها شيء بنسميه intensifying screen، رح تمر علينا هلا، اللي هي intensifying screen هي اللي رح كيف مبدا الفوسفور رح تتعرض لاكس راي وتتحول لفيزبل لايت. فهاي تستخدم في الاكسترا اورال بروجكشن مثل البانوراما والسيفاتريك، اوكي؟ فبيختلفوا الانواع، دايركت هو للانترا اورال. عادة الانترا اورال اللي احنا بنصور صور يعني بدنا تفاصيل، تمام؟ فبدنا دقة عالية، فزي ما قلت لكم عادة بتكون من دبل ايميشن فيلم، بتكون دبل ايميشن اللاير تبعت اللي هي الايمالسن او الايمالشن لاير بتكون دبل، فبتعطينا مور ريزوليوشن، بتصور اكثر، بتلقط اشعة اكثر، اوكي؟ فبتعطينا هاير ريزوليوشن من السكرين فيلمز. عادة البانوراما والاكسترا اورال ما بناخذهم للتفاصيل الصغيره، يعني ما بنروح عشان نشوف الكاريوس ليجا بنصور بانوراما، بنصورها للجروس اناتومي. هاي الحكي لما نروح على البانوراما رح نشوف شو فوائد البانوراما، اكثر شيء للجروس اناتومي، نشوف علاقه الاناتوميز مع بعض، نشوفها ان جنرال، ناخذ الصوره الكبيره تبعت الاورال كافيتي. ممكن نشوف بعض الكاريوس ليجنز اللي هي لما تكون اكستنسيف كبيره بتبين، تمام؟ اما ما بنشوف اللي هي او في عندنا مثلا كاريوس ليجنز الصغيره او الانترميديت مش دائما بتبين بالبانوراما وبعض التفاصيل، اوكي؟ طيب الدنتال فيلم هذا اللي هو الباكج الكامله، فالفيلم بيكون جواته. هلا رح نشوف لما نفتحه شو بيكون في عندنا من جوا. عاده الافلام اللي هي من برا بيكون في عندنا دوت من برا، من برا هي بتبين ك يعني اللون اسود، بس لما نطول الفيلم ونحسها بتكون كانها في عندنا كونفكس سايد، اوكي؟ هذا بيساعدنا في الاتجاه، اوكي؟ من برا بيكون مكتوب اصلا، بيكون عندنا انه سايد توورد الاشعه وسايد اللي هو العكس، تمام؟ الدوت هاي الكونفكس بتكون توورد الاشعه، اوكي؟ هاي بتساعدنا لما نحمض الفيلم ونطوله نعرف نمسكه صح، مش نمسكه مقلوب ونشوف بدل الرايت ليفت، مهمة هاي. بالديجيتال بنكون خلص عارفين الرايت ليفت، واصلا بنحط هون مثلا رايت، بس السيستم بيكون عارف.
طيب فبالتالي في عندنا الكونفكس سايد اوف ذا دوت على الفيلم، هاي بتحدد لنا اللي هو بتكون عاده توورد الاكس راي تيوب. فلما نعملها ماونتنج او نحطها على الفيور نحطها تجاه الفيور احنا تجاهنا. والاورينتيشن طبعا رايت ليفت ابر لوور، اوقات نحطها مثلا توورد الاوكلوزال سيرفيس فبنعرف مثلا ابر ماكسيلري ولا مانديبولاري. طيب بس هاي للفيلم الكونفكس سايد جوا الفيلم على الفيلم الداخلي هي شايفينها كانها في هون الكونكيف بارت تمام. من جوا من برا بتكون كلون يعني في عندنا اللي هي زي ما شفتوا لونها اسود تقريبا، اما من جوا بتكون في عندنا كونفكس وكونكيف. اوكي طيب شو داخل شو بيكون عندنا؟ احنا عندنا باكج، هاي الباكج عاده من البلاستيك رابينج يعني تكون تحمي المفترض تكون سيل بطريقه انه تحمي الفيلم واللي جواتها من السلايفا ومن الضوء تمام. فلازم تكون تايت لايت بروتكشن من اللايت ومن السلايفا او من الفلويدز لانه احنا بنحطه انتراورالي بيتعرض للسلايفا، بالاضافه انه احنا بنمسكه برا الفيلم طبعا زي اي الافلام التقليديه اذا تعرض لضوء بنحرق. احنا كنا نحكي مش على زمانكم مش على زمانكم صور زمان متذكرين من صور الكاميرات القديمه الافلام هلا موجودين بس مش الكل بفهم في هذا الشيء يعني في ناس عندها اهتمام بتعرف بهاي الامور. ما بنحط الشمس بخيطه؟ ما بنفتحوش على الضوء اصلا الشمس الضوء العادي ما بنفتحش الفيلم هذا الفيلم بكون جوا الفيلم ما بنفتحه وانت فاتحه ضوء. ليه؟ لانه اذا تعرض لضوء بنحرق هي فعليا بتروح كل الصوره بالضبط صفي لونه اسود. فهذه الباكج اللي برا هاي لايت بروتكتر يعني بروتكشن كامل من اللايت ما بتدخل لايت بروف يسموها تمام، زائد مويستشر ريزيستنت فهدول مهمين. طب جوا ايش في عندنا؟ في عندنا طبعا الانديكيشن للدوت بتكون موجوده من برا. من جوا اذا بنطلع هاي من قدام اوكي، اذا بنطلع على ال خلينا نيجي من الفيلم هون في بعض الشركات كانت تصنع تكون في تو فيلم بنفس الصوره. ليه؟ لانه زي مش زي الديجيتال احنا بنقدر نعمل كوبي من الصوره تمام. فكان زمان مثلا يعملوا صوره للاستخدام وصوره للريكورد اوكي. ففي اوقات ممكن تلاقوا دبل فيلم بنفس الباكج. في عندنا كمان ثين ليد فويل باكجينج، هاي وين بتكون؟ ليد شو حكينا الليد بيعمل؟ بالتيوب هيد عشان سكاترينج. هو الليد بشكل عام بيعمل بمنع الاشعه انها تطلع فبيعمل يعني بلوك. طب احنا عندنا جوا الباكج موجود وين بالكم موجود؟ باول الباكج توورد او بالسايد تبع الأشعة ولا بالسايد الأخير؟ الأخير بالباب يعني من الباب خلص بالضبط. احنا بدنا اياها تفوت الأشعة ما تطلع فبنحط اللي هو فويل ليد فويل باكجينج بالأخير حتى تطلع كيف الشكل تاعه كأنه نقط مع فيه كونتكس يعني نقاط. هاي برضه بتهمنا في حال مثلا عكسنا صورنا الصورة وهو معكوس يعني أعطينا الأشعة من هذا السايد شو بده يصير؟ ما بيطلع هلا هو احتمال ما يطلعش بس هو اللاير هي ثن بتضلها مش كتير بهذا إلا مش واضحة شوي بس بالضبط رح تبين عنا شو؟ غباش نقاط بيضة بالضبط لايت فيري لايت زائد رح تطلع عنا النقاط فهاي بتدللنا إنه إحنا عكسنا بالضبط انه احنا عكسنا. زائد مهمة الليد فويل غير انه بدناش نطلع الاكس راي بدناش تعملنا سكاترينج مثلا لانه لما تنتقل الاشعة في ممكن ترجع سكاتر راديشن فالسكاتر راديشن بتعملنا بتأثر على الكواليتي للصورة يعني فما بدنا بدنا نمنعها بالاضافة لا بدنا نحمي البيشنت انه ما في داعي الاذر تيشوز اللي ما بدنا نصورهم ياخذوا اشعة يطلع نصيبهم بالأشعة. اوكي طيب الانترا اورال فيو
هاي برضو رح نروح رح نشوفها بال يعني بالانتراورال. في عنا 3 types of intraoral views احنا بنستخدمها بطب الاسنان. في عنا ايش اسمه بيري ابيكال، في ثاني اخذتوها بس اكيد في بيري ابيكال من اسمها بيري ابيكال صور الروت بالضبط ابيكال ابيكس بيري ابيكال حواليها، بالتالي بهمنا انه نشوف المنطقه. فاحنا ما بدنا نصور بس الابيكس، احنا نصور على طول السن the full length of the root plus its surrounding area للأبيكس. هاي بنسميها الفيريابيكال. فمثلا بنصور mandibular posterior maxillary posterior كل واحدة لحالها منطقة محددة anterior كاملة بالضبط منطقة section محدد و site إما maxillary أو mandibular فالcrown root with surrounding bone كسايز للفيلم. وهذا مش هو البري ابيكال. في عندنا سايز 0 اللي هو للاطفال اوكي او يعني نستخدمها. سايز 1 برضه ممكن نستخدمه للاطفال حسب اذا مثلا شوي اولدر تشايلد وممكن للانتيرير لان احنا بالانتيرير بنحطها عمودي وليس هوريزونتال يعني نحطها هيك فبدنا شيء رفيع بدناش شيء كثير بلكي. فعاده سايز 1 بيكون ارفع. سايز 2 اللي هو ستاندرد للادلت بنستخدمه بالبوستيرير ومستخدمه في البايت وينج اللي هو الاذر تايب رد عليها بايت وينج اللي هي كورونال ارياز بلس بارت من اللي هو الروت اللي هو الكورونال بارت اوف ذا روت للابر واللور. هاي اللي بتسال بالعملي يعني بالشفهي انه مثلا شو بتشوفوا بصوره البايت وينج ابر واللور ابر واللور ماكسيلري اند مانديبولر ذا كراونز او الكورونال بورشن للماكسيلري اند مانديبولر في ان وان ايمج مع بعض. فاحنا بنخلي البيشنت يقعد هاي بتساعدنا رح نشوف لما نوصل طبعا رح نحكي بالتفاصيل تعالنا نشوف الانتربروكسيمال اريا نشوف الليفل تبع البون طلع كيف الليفل نشوف هل هو الليفل طبيعي ولا لا هل عندنا بيريدونتال ديزيز ولا لا بنشوف برضه الكاريوس ليجن الكواليتي تاعتها بتكون منيحه هي والبيري ابيكال بنقدر نشوف الكاريوس ليجنز. السايزز برضه نفس الشيء في عندنا سايز 0 او 1 بنستخدمها للتشايلد الادلت سايز 2 ممكن 3 بس يعني الاكثر مستخدم هو سايز 2 اوكي. هاي فيلم معاه اللي هو البايت بايت بلوك او بايت بليت هاي اللي بتيجي بتوين نخلي البيشنت يعض عليها عشان نثبت ونضمن انها بالمكان الصح. اوكلوزل اللي هي الاذر ثيرد تايب اوف انتراورال كلوزل من اسمها اوكلوزل الاوكلوزل بتنحط الفيلم هيك على طول الاوكلوزل خلي البيشنت يعض عليها طبعا بنخلي البيشنت يعض لايكلي مش شد لانه اذا شد بتخرب الفيلم بالضبط طبعا عشان ناخذ كل السايز هاد لا سايز صفر ولا واحد ولا اثنين بيجي عادي بنستخدم سايز 4 بالضبط اللي هو كبير عشان ناخذ كل الجهه. هاي بتفيدنا مثلا شو ممكن تفيدنا؟ خشوبه بنشوف يعني لا بنشوف اكثر مثلا اذا بنطلع احنا شايفين هون البلط صح؟ اذا في عندنا شيء في البلط مثلا عندنا فهذا قدام يعني بس انه تخيلوا انتم عندكم امباكتد كيناين كيناين مش طالع عندنا امباكتد ببين اخذنا صوره بري ابيكال ببين ببين هيك لما ناخذ هاي الصوره اللي هي الاوكلوزا اللي هي عموديه على البري ابيكال شو بتبين لنا مكانه موقعه بالضبط اذا اتجاهه احنا بالانترا اورال هل بنقدر نحدد بكر ولا لينجوال بهاي الصوره مثلا مش حاطه لكم بري ابيكال طيب صوره هاي انا عندي هون شيء معين عندي هون مثلا خلينا نحكي عندنا كاريوس ليجن هون هل بقدر احدد اذا هي بالكسب اللينجوال او البقل؟ لا عندي مثلا هون ريزوربشن في البون بس مش كومبليت ريزوربشن يعني لسه في خيال هل بقدر احدد هل هو البقل بليت ولا اللينجوال بليت؟ لا ما بنقدر هذا رح نحكي لقدام انه بال 2 دي في شيء ما بنقدر نحدده اللي هو الباكولينجوال دايمنشن او اللي هو الموقع ما في اوكلوزن لما ناخذ اوكلوزن مع
واحدة من 2D اللي هي عمودين على بعض نقدر نحدد 3D position تاعه. فبنقدر نشوف هل هو جاي لينجوال ولا هل هو مثلا جاي بكر، هل هو جاي لينجوال مثلا بطريقة تانية. فهي واحدة من الشغلات اللي بتساعدنا في الأوكلوزر رح نحكي عنها لا قدام. فهدول الانترا السكرين فيلم حكينا هو مش دايركت، حكينا بيكون كابلد مع اشي بنسميه انتنسيفاينج سكرين اللي هي بتكون سنسيتيف بتحول الاشعة لفيزيبل لايت. تمام، هاي عادة بيستخدم في البيجر يعني مثلا زي الاكسترا اورال او حتى من الميديكال ايمجينج. تمام، عادة الانتنسيفاينج سكرين بتعملنا ابزوربشن للاكس راي وهي بتعملنا ايميشن للايمت الفيزبل لايت اللي بتعرض بعدين للفيلم. يعني في عندنا هون انتنسيفاينج سكرين وعندنا هون الفيلم. هذا الديسك الخارجي بيكون من الحديد، بنفتحه بندخل فيلم وبنسكره. الطبقة الفوقانية للفيلم واللي تحتيها هدول انتنسيفاينج سكرين بتعرضوا للاشعة تحولوا لفيزبل لايت، الفيزبل لايت بضرب بالفيلم والفيلم بعدين بتحول لصورة. لفيزبل لايت لأنه الأفلام بالسكرين فيلم هم أكثر سنسيتيف لللايت. تمام، هم بدهم لايت ما بدهم أشعة فبتحول. زائد الانتنسيفاينج سكرين بتساعد إنه تقلل البيشنت إكسبوزر لأنها سنسيتيف، هي بتحول الكمية الأقل من الأشعة لفيزبل لايت بتعطينا صورة واضحة. أوكي، هي مصنوعة من الفوسفور. أوكي، عشان هيك بنستخدمها. هذا حكينا إنه الفوسفور لما يتعرض لأشعة بتحول لفيزبل لايت والإنتنسيتي تبعته بتتناسب طرديا مع الإكس راي إنرجي. لما زادت الإنرجي زادت الإنتنسيتي تبعت الفلوريسنس هي الضوء تاعتها. اوكي، طيب الكاسيت، هذا كاسيت سمعتوا في الكاسيت صح؟ الكاسيت اللي فيها الافلام. الكاسيت هذا خارجي هو عاده يعني من حديد او من لا هو من حديد على الاغلب بيكون. هذا الكاسيت مهم انه يحمي الفيلم، يحمي الانتنسيفاينج سكرين. اوكي، مهم جدا طبعا انه يتنظف حتى الانتنسيفاينج سكرين لما نفتحها. احنا هلا رح نشوف لما نصور الصوره ناخذ الكاسيت بنروح على الدارك روم على غرفه معتمه نفتح الكاسيت وهو مطفي الضوء، نفتح الكاسيت من طول الفيلم بيكون اوريدي تعرض للفيزبل لايت، تحول من اشعه لفيزبل لايت تعرض، نمسك الفيلم ونحمضه. احنا بنفتح الكاسيت الا تيجي مثلا غبره على الكاسيت من جوا على الانتنسيفاينج سكرين فممكن تاثر على الكواليتي بالصور. فمهم برضه نحافظ على نظافه اللي هي شو اسمه الانتنسيفاينج سكرين من جوا. تمام، والكاسيت لما نسكره هو بيقرب الانتنسيفاينج سكرين على الفيلم، عملها ساندويتش. تمام، فالكلوزنس هاي بتزيد الشاربنس للصوره. هاي وظيفة الانتنسيفاينج سكرين حكينا انها هي بتقلل الاشعة. ليه؟ لانها هي very sensitive. قبل شوي حكينا speed مثلا او sensitivity، لما زادت sensitivity قلت كمية الاشعة بالضبط تصفي حتى كمية اقل الاشعة بتطلع لنا صورة منيحة. فالانتنسيفاينج سكرين او الفلوريسنس هو فعليا very sensitive للاكس راي بدل ما نحط الفيلم لحاله يعني. فعشان هيك بنقلل الدوز تبعت الاكس راي بالذات لانه احنا بنحكي على اكسترا اورال وبنحكي على ميديكال. هدول بنستخدم فيهم دوز عاليه وبنستخدم فيهم هاي انرجي اكثر من الانترا اورال. ما فاحنا بنحاول نقلل قد ما نقدر. زي ما قلت لكم بنستخدم في الاكسترا اورال زي البانوراما السفالومتريك السكال ايمجينج والاذر ميديكال. بس كريزوليوشن مش عاليه زي الانترا اورال، حكينا هذاك الدايركت بيكون مور ريزوليوشن. هاي اللي هلا حكيناها كيف الانتنسيفاينج سكرين نفسها مكونه من بيز، في عندنا الفوسفور والكود تاعها بالاضافه للفيلم بيكون بين النص. تمام، فهو بفوت اللايت بتعرض للفوسفور بتحول لاكس راي بعمل انتنسيفاينج يعني زي كانها بضاعف من كميه اللايت مقابل الاكس راي.
فعشان هيك حكينا احنا بنقلل الاكس راي الدوز. طيب وصل الاشعه او اللايت للأفلام شو بصير؟ كيف تتحول؟ حكينا تكوين الفيلم وبتكون من الامالشن صح؟ حكينا الامالشن بتكون من كريستالز من سيلفر سيلفر لايت كريستالز. هدول هم اللي سنسيتيف للاكس راي او اللايت سواء اكس راي او لايت. حكينا عن دايركت واندايركت. شو بصير عندنا اللايت او الاكس راي بغير عندنا كيميكالي تشينجز السيلفر هالايد كريستال بغير من تكوينها. بالكتاب محطوط تفاصيل كتير زيادة على اللي هي المكونات الداخلية لسه، فبالتالي ما في داعي ندرسها لأنه في حاطين يعني مكون نفس السيلفر هالايد شو فيها يعني مكونات ما في داعي ندرسها. بس المهم نعرف إنه السيلفر هالايد كريستال هي سنسيتيف للإكس راي أو لللايت، تتعرض ل واحدة منهم وبصير لها كيميكال تشينجينج بتصير نيوترال سيلفر اتومز. هاي اللي هي رح تبين لنا بصورة كراديولوسنت اوكي، لانه المناطق اللي ما تعرضت شو رح تضلها؟ رح تضلها سيلفر لايت صح؟ حكينا الاشعة اللي بتوصل على الفيلم بتعملنا راديو لوسنت، الاشعة اللي بتوصلش بتعملنا راديو بيك. فالراديو لوسنت فعليا هو اللي صار له كيميكال تشينجينج السيلفرز اللي تغيرت. خلينا نشوف بالصورة، هاي هي أكثر توضيحية يعني. فعنا السيلفر كريستالز بيكونوا جراي سيلفر، خلينا نحكي لون فضي تمام. after exposure ببي اتحولت صار عندها neutral silver atoms، غير كيميكال فيها صار عندنا neutral silver atoms اللي هي الأورنج دوتس هدول أوكي. هدول شو رح يصير عنها بعد ما يتعرض للأشعة؟ إحنا شو بنعمل؟ بنروح على الدارك روم من طول الفيلم بنحطه بالبروسيسينج سولوشنز اللي هم الديفلوبر والفيكسر. في شيء اسمه ديفلوبر، في عنا إيش اسمه فيكسر. أول شيء بنفوت في الديفلوبر نعمل ديفلوبمنت، بعدين فيكسينج تثبيت تمام. فالديفلوبر بيحول الإكسبوزد كريستالز ألون الإكسبوزد كريستالز لا solid grain of metallic silver اللي هي لون بلاك. وبصفي اذا نطلع الكريستالز اللي ما تعرضوا للضوء او للاشعة ضلهم سيلفر، والكريستالز اللي تحولوا لنيوترال تحولوا لبلاك او metallic silver اللي هم الدارك اسود تمام. وصلت ولا شوي مش كتير؟ هاي النقطة A و B هي قبل ما نفوت على الدارك روم، هي فعليا عند جهاز الأشعة. صورنا المريض، عرضنا الأشعة أو اللايت في حالة السكرين فيلم للفيلم. بعديها شو بنعمل؟ بنمسك الفيلم ونروح على الدارك روم. هلا بالدارك روم بس عشان نفهم، هي غرفة معقمة بنحط ضوء فيها ضوء أحمر ما بيأثر على الأفلام ما بيحرقها بس عشان يخلينا نعرف نشتغل تمام. بنفتح الافلام، مش احنا شفنا الباكجينج كيف كانت بس بتنفتح من طول الفيلم. هاي الانتفاضة الكاسيت، هاي الكاسيت بنفتح الكاسيت ومن طول الفيلم، مش الانتفاضة سكرين هي مثبته بالكاسيت من جوا. احنا من طول الفيلم او الفيلم الاول اللي فرجيتكم اياه هذا بنفتحه ومن طول الفيلم الليله في هذا اللي هو الفيلم. احنا ما بدنا الفويل ولا بدنا الباكج، احنا بدنا الفيلم بعد ما تعرض وصار له بروسيسنج من طوله بنفوته على الجهاز. الجهاز طبعا يعني الاحدث شيء انه هو جواته فيه ديفلوبر وفيكسر ومي وبيغسل وبيعمل كل شيء وبيطلع لنا اياه جاهز. زمان 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 كان يغسلوا بالمطلع، كان هون بتطلعوه بعدين بتفوتوه له في وقت محدد، بعدين لانه وقت مهم بيساعد يعني تغير ايش الوقت ممكن ياثر على البروسيسنج ويتاثر على الجهاز. ف خلينا على نقطة الفيكسر بالضبط، ديفلوبر والفيكسر. هلا حكينا في عنا كريستالات، هاي الفيلم قبل ما يتعرض للأشعة اوكي. تعرض لأشعة اللي هي المناطق، خلينا نحكي الاير سلامتك ثاني ساجدة
أعطيني مفتاح الأشعة. تمام ترجيها لما سلام. طيب تخيلوا ما عندي بون وإير. ناش نحكي على الأذر شو بون وإير بس هالإشي. كانوا ما يستخدمتي لي أو بديك تيجي بكرة من الثمانية. لا بكرة ما عنديش دون. أول عارفة عشان نحن اللي كان فوق خمس القناة. هو مسكريته ها طيب خلينا زي ما حكينا نحكي بون وإير. البون شو رح يعمل؟ يمتص الأشعة. خلينا نحكي يمتص الأشعة أو يعمل فوتو إلكتريك أبزوربشن يعني تختفي الأشعة. الإير شو رح يعمل؟ إيش رح يمشي الأشعة؟ ففي مناطق رح توصلها أشعة اللي هي بتمثل الإير وفي مناطق ما وصلتها أشعة بتمثل البون. خلينا نشوف اللي وصلتها الأشعة لأن السيلفر كريستلز هدول سنسيتيف للأشعة أو لللايت لما يتعرضوا رح يتحول في رح يصير تحول كيميائي فيهم اللي هو رح يصير كأنه نسميهم نيوترال سيلفر أتومز. في صار رح زي ما قلتكم ما بنروح نفوت في التفاصيل بس تخيلوا إنه صار يعني كأنه في عنا دوتس صغيرة هاي بتثبت إنه هدول تحول. طيب شو بعديها عملنا؟ صورنا بدنا نروح نعمل ديفلوبينج وفيكسيشن. نحطه بالديفلوبر. الديفلوبر بيحول بزيادة. مهم تعرفوا كل محلول ايش بعمل. بيحول الكريستلز. الديفلوبر بيحول الاكسبوزد كريستلز اللي فيهم اللي هي الدوتس هاي اللي هم اسمهم نيوترال سيلفر اتومز بيحولهم لسوليد جرين اوف ميتاليك سيلفر. بيسودهم يعني. بصير لونهم أسود. طبعاً هي هاي بس تصويرية بس بصيروا سوليد أسود اللي هي هدول. تمام؟ بعديها طبعاً بدو ينغسل بمي أو مباشرة على الفيكسر حسب الجهاز. بعديها نحطه بفيكسر. فيكسر شو بعمل؟ إذا ملاحظين شو صار؟ كامل بالضبط. removes the unexposed والundeveloped سيلفر كريستلز شالهم صفى عنا صورة أشعة بس مبينة فيها المناطق اللي تعرضت لأشعة الباقي في الشيء شيء بالضبط. هلا بنشوف لما هذا اللي هي هاي بالدارك روم والسيف لايت إنه بنفوت وبنعمل بنحط. طبعا زي ما قلت لكم بيعتمد على إذا ما كانوا قوالب زي عارف شو فيهم المواد. الديفلوبر بتكسر المي وهي مهمة لازم الغسل انه اذا ضل مثلا زيادة الديفلوبر ممكن يطلع لون معين. زيادة فيكسر ممكن يطلع هلا رح نحكي عليهم. فهذا زي ما قلت لكم مهم جدا انه الضوء ما يحرقش لانه اذا زي ما حكينا السيلفر هم ايش سنسيتيف لللايت. فاذا تعرض للايت قبل ما نعمل له ديفلوبينج السيلفر اللي كانوا undeveloped تعرضوا لللايت فتعرضوا فصار كأنه كله شو كأنه كله تعرض لأشعة بصفة كأنه كله أسود بالضبط. الحرق نسميها الحرق. تمام؟ فبصفي كله أسود. أو إذا عملنا مثلا developing زيادة أو في هلا رح نحكي عليهم إذا عملنا developing زيادة عن اللزوم إذا عملنا fixation زيادة عن اللزوم شو بيطلع عنا الألوان. مهم جدا الغرفة السيف روم نسكرها بالمفتاح من جوا لما تفوت على الغرفة بتسكر المفتاح. ليه؟ عشان ما حد يفوت ويخرب الدنيا. زادت عشان ما حدش يفتح اكيد شعر الغرفة وانتوا قاعدين فاتحين لسه فاتحين تسحبوا بسم الله ولا هو فتح الباب ودخل ضوء حرقتكم مثلا عشان نمنع انه اي حدا يفوت فجأة ويخرب لنا الشغل. هاي البروسيسنج بروسيجر اللي هي زمان كانت البروسيسنج تانكس. طبعا نسبة المحاليل لها نسبة معينة فلازم بشكل يومي يتم تغييرها وفحصها عشان هيك شغلها كتير متعب. يعني شغلة الأفلام بدهم يبحثوا نسبة المحلول قد تركيزه زيادة مي نقص مي يعني كل هاي الأمور. فكانت هيك زمان كانوا مثلا يعلقوا الأفلام الانترا أورال على
اللي هي زي كليبنج هيك زي ملاقط بعدين يدخلوه بعدين يطلعوه يغسلوه بعدين يدخلوه بعدين يطلعوه يغسلوه بعدين ينشفوه بالضبط ينشروه. فاذا شفتوا غرف التصوير الصور الكاميرات القديمة الصور تكون معلقين هدول ما شفتي بالضبط هي هاي. هون اتطورنا شوي صغيرة صار عنا أنا اشتغلت على هذا صراحة يعني ما اشتغلتش على لا شفت هذا الشيء بس ما اشتغلتش عليه هذا الحاضر طلع اشتغلت على هذا. انتو بتفوتوا بس بتدخلوا الفيلم من هون صفي في عنا هون رولات بتدخل الفيلم بتمشي بالديفلوبر بعدين بتمشي بال يعني جاهز في هون دراينج كل شيء جاهز طلع عندك كل اوبشن كل اوبشن بالضبط في هاي تمام. طيب درجة الداركنينج للفيلم هنا بتعتمد على كتير عوامل من ضمنها الانرجي والانتنسيتي تبعت الاكس راي بيم طبعا الاوبجكت نفسه اختلاف الستركتشر اللي هي الكومبوزيشن تبع الاوبجكت انامل دنتين يعني الفيلم ايمولشن يوزد شو نوعية الإيمالشن زي ما حكيت لكم في بعض الأفلام تكون دبل إيمالشن وبتعمل مور ريزوليوشن أو هاي ريزوليوشن والكاركترستيك للفيلم بروسيسينج بتأثر على الإيمج بروسيس اللي هي الديفلوبر الفيكسر ما قبل حتى يعني كل هاي الأمور. الدنسيتي هاي اللي حكيت لكم اللي هي المناطق اللي بتعمل بلوكينج للترانسميشن هون لما نخلص الصورة بدنا نحطها على الضوء الأبيض فبنطلع عنا المناطق اللي فيها الدارك كريستالز السودا هاي لما تتعرض لللايت رح تعمل له بلوك رح تكون ناقص فبتبين دارك بالضبط مقابل الباقي بيكون في شيء فبيطلع الضوء فبتبين على أكثر على بياض. الديجري تاعتها تبعت الداركنينج أو الأوباسيتي اللي هي بنسميها أوبتيكال دنسيتي بالأفلام نسميها الأوبتيكال دنسيتي وتعتمد على الإكسبوجر والثيكنس للستركتشر زي ما حكيت لكم البون لإنامل لدنتين لكل هاي الإكسبوجر هدول طبعا احنا أخذنا عنهم يعني مرت علينا هاي المصطلحات مثلا الـ MA والـ KVP والـ Time زادوا فزادت الدنسيتي عندنا قللنا السورس تو إيمج ديستانس اللي هو فبالتالي زادت الدنسيتي بتاعتها الانتنسيتي يعني زادت كمية الفوتونات صارت محددة المدى حكيت لكم اياها اليوم صح؟ فالتوقع هي الاوبتيكال دنسيتي مش نفسها الابزار لا الاوبتيكال دنسيتي اللي احنا ايش شايفين اللي هي يعني زي ما قلت لك هي الداركنينج والاوباسيتي اللي في الصورة فمناطق مثلا عندك مور ريدي اوبيك دان مناطق مناطق مو ريدي لوسنت دان مناطق هاي هي الاوبتيكال دنسيتي اللي بتعتمد على كثير عوامل من ضمنها الاكسبوجر سيتنجز السبجكت ثيكنس ثيكر ذا سبجكت ذا مور اتنيويشن صح مثلا البون غير عن الدنتين القلب او الدنتين يعني فهاي مهمه جدا وكل ما زاد الثيكنس زاد الاتنيويشن فبالتالي صار عندنا مور لايت يعني مور اوبيك اوكي. في نقطة مهمة وهاي كمان مش بس بالفيلم هاي بكل الأشعة عندنا مثلا patient adult وعندنا child أو عندنا adult dentulous وعندنا adult edentulous ما فرق بين الادلت والchild شو؟ الحجم بالضبط الثيكنس للتشوز حتى الثيكنس والتكوين الاسنان مثلا بيختلفوا الادلت مور ثيك التكوين حتى اللي هو الكالسيفيكيشن في الاسنان اكثر كلها بعظم فبالتالي بيحتاج او شو بيحتاج اشعه بالضبط التشايلد مثلا اقل فبالتالي يحتاج اشعه اقل. فرق بين الدنتشلس والادنتشلس شو الفرق شو الدنتولس وشو الإيدنتولس؟ الشيء تاعت الأدلت لا دنتيت بيشنت وإيدن إيدنتولس إيدنتولس مصطلح هذا المصطلح يعني تسمى على البيشنت اللي ما عندهمش أسنان إيدنتولس
دنتلس يعني عندهم اسنان. فالفرق بين واحد عنده اسنان وواحد ما عنده اسنان شو الفرق؟ اسنان ده كمان الاشعه بتلسع فيه هون موجود يعني هون ولا ما عنده اسنان بيحتاج اخف اسنان فالاتنيويشن رح يكون اقل بالادنتلس مقابل الدنتلس عشان هيك الاكسبوجر سيتنجز المفترض تختلف. عشان هيك اليوم قلت لكم انه ما نعتمد 100% على البري سيتنج اللي بعطونا اياها. ممكن انا بيشنت عندي تشايلد بس التشايلد هذا اكبر من عمره شوي ملان مثلا طلبوز مثلا او تشايلد عنده اسنان تشايلد ما عندهش اسنان فممكن اضطر ازيد الاشعه زياده شو ممكن اضطر انا اقص الاشعه اكثر. هذا الشيء بالميديكال كمان لما صور تشست اكس راي اللمس حدا مثلا ملان شوي غير عن حدا نحيف كثير في كتير فيش soft tissues فيش فات فالأشعة رح يضطروا يقللوا الأشعة عشان ما نزلش الأشعة بالتالي تطلع صورة مور دارك مثلا. دكتورة كيف تفهمي رايس جرين؟ هاي؟ اه كل ما زاد الثيكنس للأوبجكت يعني جيبي واحدة وجيبي تنتين ومرقنا عاش أشعة منها ايش اللي أكثر رح يصير امتصاص الأشعة أكثر؟ الثيك صح؟ فبالتالي مور اتنيويشن لا ما بدناش نزيد خلينا شو اللي بصير عندنا الريزلتنت ايمج لايتر. ليش؟ لانه معظم الاشعه بتمتص فاحنا بنزيدها بنضطر نزيد للثيكر اوبجكت لل زي ما حكيت دنتشلس الادلت عن التشايلد يعني الدنسيتي. طيب احنا عندنا انامل دنتين عندنا بون وسمنتا كل هذول ببينوا راديو اوبيك بس مين اللي ببين اكثر راديو بيك الانامل الانامل ليه هو ذا يعني اكثر بالضبط اكثر ستراكشر فيه كلاسيفيكيشنز فبالتالي ببين اكثر راديو بيك. ليش؟ فبمتص هو الاشعه فالسبجكت دنسيتي تاع بتختلف او بتاثر على الاوباسيتي اللي احنا شايفينها فالإنامل وهاي مهمة كتير تعرفوا لي مين الأوبجكتس اللي هي الأكثر من غيرها في عنا ناتشرال أوبجكتس وفي عنا إنجنرال أوبجكتس فهاي برضو من الشغلات اللي بلعب فيها بالأساس فديروا بالكم لما تقرأوا انتبهوا أنا بطلب إيش شو الناتشرال ولا شو الأوبجكتس بشكل عام تيشوز مثلا أوبجكتس في الأورال كافيتي ممكن يكون في عنا ميتاليك زي ريسبيريشنز الميتال طبعا اعلى من اي شيء ثاني حتى في الانامل سالتينا انه شو ازيد الراديو اوبيك الميتاليك ولا الانامل فالميتاليك هي اكثر الميتاليك اعلى بس كناتشورال هو الميتاليك مش ناتشورال فديروا بالكم بلعب اوقات بالكلمات يعني سالتينا عن ناتشورال ناتشورال نحكي الانامل اكزاكتلي طيب هاي اللي هي حكينا عنها اللي هي strong absorbers dense بين radio big low density weak absorbers radio lucent. الكونتراست اللي حكينا عنها شوي اللي هو shades of gray يعني تمام ف different in densities بين light with dark فإذا مثلا صورة مبين فيها differences واضحة بنسميها high contrast صورة مبين عنا مثلا الشيدز اوف جراي اللي هي اكثر يعني لا في ابيض لا في ريدي لوسنت ولا في راديو بيك معظمها على سكني هاي لو كونتراست بالضبط زي هون شايفين الفرق هاي هون مثلا التفاصيل تبعت الترانكليشن مبينه كيف مناطق عندنا اللي هي الريدي لوسنت مبينه ريدي لوسنت الابيض مبين هون على سكني كله كانه بنشوفها هاي لو ريزوليوشن النويز هي اللي هي زي كأنه غباش ببين كأنه في عنا خلل في الدنسيتي في الصورة يعني في اختلاف اللي هي المفترض تكون ما في عنا مشاكل ما في عنا اختلاف دنسيتي ولكن في عنا منطقة هيك فيها مثلا مور نقاط هيك نقاط راديو اوبيك مثلا هاي نويز بنسميها او ارتيفاكتس مصطلح برضو ارتيفاكتس بمر معنا اللي هو بصير عندنا ايرور بالفيلم فبيبين عندنا ببين بعد البروسيسنج تمام زي الفينجر برنت
بالذات اذا مسكنا احنا طبعا لما نمسك الفيلم ونيجي من الحضر لنمسكه من الاطراف مش بنمسكه ونبلش نبلش فيه. بالضبط تبين الفينجر برينتس عليها او مثلا انطعجوا لا بتروح لكريستلز اصلا. تذكر انه احنا عندنا كريستلز بدنا ندخلها نعرضها لهذا لا بدنا نشيلها ولا بدنا نخربها او شيء تمام. البلايرينج برضو اللي هي بتحدد لنا الشاربنس اللي هي يعني بحكي شارب الايمج شارب هيك واضحه تكون في حدوش مغبشه او مش مغبشه اكثر ما انه تفاصيل من دموجي مع بعض بالضبط هيك كانه في عندنا طالعين من الحواس مش واضحه مش شارب الصوره. رح ناخذ نشوف صور ونشوف الفرق يعني. فالجرينز هاي بتاثر على عليها الجرينز الحجم تبع السيلفر جرينز كل ما كانت مور فاين كانت اكثر شارب. الموشن بليرنج الموشن يعني حركه البيشنت لما يتحرك سواء فيلم ولا حتى ديجيتال بيعمل لنا زي كانه هيك كانه في بالصوره هيك في حركه فيها الصوره مش فاهم لا هي دبل كليك ايش ثاني فاحنا بنحد من بنثبت راس البيشنت بنقول له ما يتحرك يعني بدنا هاي مهمه كثير. الكومون فولتس هاي اللي هي هلا رح نشوفها الايرور اخر شيء اللي هي اذا صارت ممكن تعطينا بور راديوغرافس. اذا بور راديوغراف ممكن تاثر على الدايجنوسس ما نقدرش نعمل دايجنوسس صح نضطر اوقات نعمل طبعا بالفيلم نضطر نعيد الصوره او حتى بالديجيتال اذا كانت سيئه جدا يعني. فعندنا مثلا لايت راديوغرافس او دارك راديوغرافس هلا نشوف شو ممكن اسبابها. انسفيشنت كونتراست الفوجينج او يعني هيك كانه في نويز. دارك سبوتس لاينز يلو براون هذول بيجوا مع الفيكسر والديفلوبر هلا بنحكي عليهم. البليرنج او بارشال ايمج بارشال ايمج لما نص صوره هلا بنحكي عليها برضو. والايمالشن بيل اذا مثلا صار عندنا ابريجن او منطقه راح من عندها بطل في عندنا كريستال يعني فطبعا هاي رح تبين وايت او لايت. فتو لايت راديوغراف هون بيكون اما inadequate processing او insufficient exposure. لايت شو يعني؟ يعني ما كان وصلت لايت كفاية ولا processing او البروسيسنج exactly. فلما عملنا development احنا developing حكينا نحول النيوترال سيلفر لسوليد. اذا ما عملنا developing كافي وبعدين غسلناه شو ممكن يصير؟ احنا لما نعمل ديفلوبينج احنا كانه بنثبت بنخليها سوليد. تخيلوا معي شيء ثقيل ما بيروح بالمي بس مثلا اذا ما عملنا ديفلوبينج كافي بيروح بنغسل بنغسلت معناته راحت معها الاشعه معناته كانها ما تعرضتش لاشعه فبتعطينا مور لايت. ديلوتد او كونتامينيتد ديفلوبر يعني خلل في الديفلوبينج او اكسسيف فيكسيشن مثلا هاي البروسيسنج ايرور ممكن اندر اكسبوجر اللي حكيتي عليها اللي هي انسفيشنت ام اي كي بي بي اكسبوجر تايم. هذول مهمين بدكم تدرسوهم افتحوا الكتاب في امثله زياده افتحوهم وشوفوهم. اوكي تو دارك بالعكس عكس اللي هلا حكينا بعطينا تو دارك زياده الديفلوبمنت اشعه كثير زياده عن اللزوم. ممكن كمان اللي حكيناها اكسيدنتال اكسبوجر تو لايت. هون بيجي الفرق بين البي اس بي كان البي اس بي لما يتعرض لضوء بيكون اوبيك اكثر بعطينا اوبيك. هون لا بنحرق بصير مور راديولوسنت ليه لانه السيلفر هي فعليا ايش حكينا عن السيلفر الفوسفور حكينا انه يتعرض ضوء بصير ايريزنج بالضبط فببطل في اشعه فبتبين لايت. هون لا العكس اللايت شو بياثر بيعمل زين انه بيعمل لنا بروسيسنج للسيلفر اللي ما تعرضت لاشعه فكأنه كله تعرض لأشعة. آخر مرة بتقعدوا لي جنب بعض مثلاً، أوكي؟ مش مني. أوكي، مرة جاية بتقعدوا لي قدام. البليرد طلعوا كيف هيك كأنه في غباش نتيجة الموفمنت، تحرك البيشنت فكأنه في حركة يعني. تمام؟ أو الفيلم تحرك. بارشال إيمج ولها اسم ثاني اللي هو كونكت. تمام؟ أو بسبب المس ألاينمنت للتيوب، طلعوا كيف كأنه تصور النص هذا
ما تصورت اللي هي الكامل يعني. اوكي فهي بنسميها partial او conquer. تمام هيك بكون خلصنا. لا هذا طب انت شو سببها البارشه؟